مشاهدي قناة شوف تي في، عدنا إليكم مجددا من باب المؤسسة التعليمية الثانوية التأهيلية الملك فهد بن عبد العزيز لأخذ انطباعات وآراء التلاميذ بعد اجتيازهم لامتحانات البكالوريا في مادة الاجتماعية. إذا 11 صباحا هو فترة نهاية الامتحان وغادي نخوضوا انطباعات بعض التلاميذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قدمنا نفسك. أنا طالبة في ثانوية عبد الملك ملك فهد بن عبد العزيز. اليوم قمنا باختبار ديال مادة الاجتماعيات، الحمد لله كانت مثلها الصراحة، ولكن حنا كنا عوالين على المقالة تطيح ولكن هي تطيح في الجغرافيا، ولكن الأسئلة كانوا في المتناول الصراحة. يعني تفاجأتوا بالتغيير؟ تفاجأنا صراحة بالتغيير، ولكن الحمد لله كانوا الأسئلة في المتناول، ما كانوش زعما صعابين، ما كانش شي مؤشر صعوبة. رغم ذلك دركتوا الموقف جاوبتوا. الأسئلة تبارك الله كانت حراسة نسيانة بزاف. وكل شيء كاين معقم معقم عليكم الاجراءات كلها. شكرا. معنا كذلك تلميذ اخر. السلام عليكم. تفضل. شوف يا اليوم كان امتحان الثلاثاء شنو شنو حنا كنا امتحان عوالي عوالي التاريخ. كنا عاملين التاريخ في المقاله شنو طاح في الجغرافيا، يعني ديك التاريخ هو اللي خلينا خارج، ما كانش شي حاجه خاصنا دالتي. اما الجغرافيا اما التاريخ طاح لنا في الواقع طاح ساهل شنو قدرنا نعلمو شي حاجه شنو مقالي ما عرفتش قدرنا نعلمو. وجاوبتي بعدا شويه. لا بارك الله فيك. في التاريخ ولا جغرافيا؟ جغرافيا شنو في التاريخ من البركه ديالنا الحراسه كتسمى خوفه شويه. اذا شكرا. كذلك معنا تلميذه. السلام عليكم. انا اميمه القرف الثانويه التاهيليه الملك فهد بن عبد العزيز. صراحة اليوم كان امتحان يعني مزيون، يعني في المتناول، واخا بحال اللي كيقولوا يعني كنا عوالين على هذيك المقالة في التاريخ، في مقالة في التاريخ وخو بينهم جابوها لنا في الجغرافيا، ولكن واخا هذاك واخا هذاك يعني تركنا الموقف. تركتي وجاك يعني فيما جاوك أسئلة يعني بحال اللي قالت صاحبتي الأسئلة كانوا في المتناول، يعني أي واحد يقدر يجاوب عليهم، خصوصا يعني ديك الوثائق وديك الشيء، يعني كنخرجوا من الوثائق، يعني ماشي شي حاجة صعيبة. قال بحال اللي قالوا يعني ما كناش عوالين عليها، يعني شحال واحد جبر فيها، يعني شحال واحد جبر فيها بزاف الصعوبات، ولكن واخا هذاك يعني الاساس يتعملوا معنا جهد. الله يرحم اليوم الوالدين وما نكذبش عليك، يعني كلشي كان بحال المعاقم، يعني اليوم صراحه مسائل احترازيه كامله دول الصعوبات كامله الصراحه كاينه والله الا. وشكرا اخي. شكرا. معنا التلميذ كذلك. السلام عليكم. معك احد المترشحين للبكالوريا العام هذا. الحمد لله تمكنا نجاوب هذا بالحق، حنا كنا عوالين على المقالة الصراحة تاعها في الجغرافيا، ولكن ما حلفناش الحظ. المهم جاوبنا على الأسئلة التاريخ كانوا ساهلين، يعني فهمت سطحيين كذا جاوبنا عليهم، قدرنا نكسبوا شوية في الجغرافيا الدين ديالنا بالأفكار اللي اكتسبناها في العام كامل. كانت الأجواء في أحسن ظرفية، كنا مرتاحين بزاف. ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع. يعني تفاجأتونا التغيير في الأسئلة اللي قلتها. عطاونا الورقة تقريبا القسم كامل تصدم، لأن أغلبية كنعول على التاريخ في المقالة، فهمت؟ كنعول التاريخ في المقالة بحق صافي. قدرنا نصداركو وجاوبنا والحمد لله. ان شاء الله يكون خير. دابا اليوم النهار الاخر عندكم صح؟ عندنا الفلسفه العشيه ان شاء الله. فلسفه العشيه بحال المعامل ديالها تاعها اربعه ان شاء الله يجاوبوا فيا ويكونوا خير، ونتمنى التوفيق الجميع. ايوا نتمنى لكم التوفيق في اجتياز مباراه البكالوريا مشاهدينا الكرام، ونحن معكم مباشره من امام باب الثانويه التأهيلية الملك فهد بن عبد العزيز لأخذ ارتسامات التلاميذ بعد اجتيازهم مادة اجتماعيات. تفضل. الصراحة كان امتحان في المتناول، يعني كلشي يقدر يخرجوا، اللي حفظ بطبيعة الحال اللي حفظ واللي خدم راه يقدر يخرجوا، ولكن جاتنا صدمة ملي طاحت مقالة في الجغرافية. فاش السيدة ديالنا كاملين كانوا يركزوا لنا يقول لك مقالة غادي طيح في التاريخ، حيتاش كل عام كيطلع لك بتاريخ جغرافية تاريخ جغرافية، ولكن الحمد لله خرجنا داكشي اللي عملنا ونطلبوا النجاح لكل شيء. وكان توكل عليهم، يعني كل شيء كان في المتناول، كل شيء كان مزيان، يعني لا من ناحية مسافة الأمان، لا من ناحية التعقيم،
لا من ناحيه الكمامات لا من ناحيه كل شيء وتبارك الله حتى الاساتذه تعاملوا معنا الله يجزيهم بخير وكنشكروا السي المدير ديالنا حتى هو تعامل معنا هو الاساتذه الكرام والحراس العامون كنشكرهم الحراسه كيف كانت الحراسه كانت مزيانه الصراحه تعاملوا معنا في كل شيء يعني تعاملوا معنا ومهم كاينه شويه تساهل كاينين شكراً شكراً إذا أنت كذلك تلميذ تفضل تلميذ في ثانوية الملفة القسم ديالي محمد ياسين بوراس بالنسبة للأجواء ديال الامتحانات مرات عادية ولله الحمد كل شيء ملتزم كل شيء كما كتشوفوا المدرسة بلات إجراءات احترازية فالأقسام كانت الحراسة مناسبة حراسة مزيانة كيف جاتكم كيف جاتكم أسئلة صعيبة ولا؟ أسئلة في المناسب متناول الجميع ما تفاجأتيش هنا التغيير في بحال اللي قالوا الزملاء ديالك؟ لا التغيير لاحظوا في بعض الدروس أنهم تحطوا ذاك اللوالة اللي درسناه الدروس اللي درسناهم اللوالة كانوا نساوهم هما اللي بدينا كنعملوا ذاك التعليم عن بعد كنعملوا ذاك المراجعة ديالهم ولكن خفيفة كنركزوا على الدروس اللي وقفنا فيها في مارس الجهة ديال مارس إذا نتمنى لكم التوفيق مشواركم الدراسي وتكونوا من الناجحين في هذه دورة يوليوز لامتحانات البكالوريا شكرا مشاهدينا الكرام على تتبعكم باقي التفاصيل ترقبوها في ريبورتاج قادم على قناتكم شوف تي في إلى اللقاء شكرا شوف تي في